جرب قهوة الخشاشات. المهم لكم خشاشات بحالكم راكم خرين. الو السلام عليكم. سامة. وعليكم السلام. كي داير اخويا؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. شكون معايا؟ قول لي خدام اخويا غدا؟ بغيت نجي نتقدا شي بياسات. خدام غدا وجيت تقدا اخويا. دابا راه الليل بين الناس واقيلا. ماشي مشكل. قول لي كاين شي بياسات مضروبين ولا والو؟ خصني برو ماكس. لو منيتك الصاد. علاش ابرا؟ علاش؟ انا دابا شوف انت مصوني ليا مع 12 ومع الواحد ديال اللي تقول لي واش كاين شي بياسات مضروبين. خويا انا الدري اللي عطاتني قالت لي راه تنتقداو من عنده تيجيب داك الشيء مسروق. قالت لي ولكن عنده بياس حاره. حارك حركه زبيش تم مريض كرك ولا تسك تقوت. خويا انا الهاري ربي يستغفر العظيم. انا الهاري اللي عطاتني النمره ديالك ربي كاع صلى الله عليه واجدر. هذا ما عرف شنو ده هي الاله. مشكلة يعني كيف تشعل انسانا في اقل من 36؟ علاش اخويا تتسب الله وعلاش سبيتينا وانا غير باغي نجي نشري من عندك الحمار؟ علاش؟ وهاد الهضره واش سبيتها تقول لي هاد الهضره انا ديال خويا تليفونات مسروقين ولا مزبونين ولا شي قلوه غادي تهضر معايا فاس خويا. راه الدريه اللي عطاتني لمرتك انت مشوهش غندير لك تتبيع القحاب كون كنت تبيع الرجال راه ما تيهضروش. ياه مالك اصاحبي تتسبني انا؟ ما تسبنيش انا، انا جاي نتقدى. اسمح لي اخويا اسمعني انا ما خسرتش في الهضره في الاول. بغيتي تتقدى مرحبا، ولكن غتجي عندي فواحد الوقيته مناسبه. ما تصونيش هي مع الوحده صح؟ كاينه. لا هذه الجوج وعشرين دقيقه كاينه. انا غلطت، انا يلا ساليت الخدمه ماشي مشكل، ولكن تبغيني انا نشري حاجه مسروقه؟ هو ما يمكنش هذا. واش تبغيني ليا المشاكل انا يجي يوقفوا عليا وانا خدمتي حساسه؟ وانا اخويا حاط عليك موز قلت لك جيت تقدم لعندي صحه. ما تقدرش صحه، ما حقك تبيع داك الشيء مسروق، ولكن انا قول لي شنو كاين وصافي. عطيني شي حاجه نقيه، راه باغي فهمتي باغي انا نخدم بها. عطيني شي حاجه نقيه ما تكونش المسروق. بيع القحاب المسروق. بيع القحاب. دونك عندك المسروق ياك، وكما تعطينيش انا المسروق كاين ولا ما كايناش؟ هضره مزيانه ديال الرجال. نشوف اخويا مرحبا. قول لي قول لي بغيت ايفون. ايفون سامسونج اش بغيت؟ ايفون بغيت. ايفون ها هو بدا تيقر. اش من ايفون اخويا؟ دوز برو ماكس. ولا دوز برو ماكس وجاي عندي انا. كيفاش جاي عندي انا؟ بونو كازو بغيتو. بونو كازو ما عندكش؟ كاين اخويا، ولكن كاين لحد الان حاصله فيا شي لعيبه مدقوقه فهمتش. لا 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 اخويا راه خاطري المشاكل. سمع عندك هذاك السم ديال مو ايفون ماد ماكس ولا شنو تيسموه؟ شنو سميتو؟ ايفون ماد ماكس. انت خرج هذا ماد ماكس عاوتاني. لا شي ايفون اكس اكس ماكس ولا ما عرفتش. انا ما عندي ما تنفهمش فيهم بزاف. انا عندي مع السامسونج، ولكن هذاك السامسونج ما بقيتش نحمل ديال مو تيتبلونطا تيتعكس. قالوا لي الايفون ماد ماكس راه مزيان واقيلا. شوف اخويا انا الايفون اللي عندي عندي ايفون تيكون في كوكلي اي كلود ياك. مزيان. تتحيد لي الاي كلود؟ دوز برو تحيد لي الاي كلود. دخلنا عند كاين الدراري كيتكلفوا بهذا الشيء. برافو والله يلا. واحد عندي يا سيدي واحد التليفون حيت فين ساكن انت بعدا؟ تيجيبوا لي اخي انا ولد البرنوسي حي القدس اخويا. كرك بعيد عليا بزاف اصاحبي. ماشي مشكل انا غنصيفط لك بنادم الا عندك سلعه نقيه. شوف انا عندي خوالي تيجيبوا هذا الشيء، جابوا هذا الشيء مدقوق وباغيين يحيدوا الاي كلود. بشحال تيحيدوا الاي كلود اصاحبي؟ فهمت شحال تيحيدوا اي كلود وحاصلين فيه؟ مشاو عند الدخينه دير لهم 3000 درهم وصافي. على حسب اخويا دابا حقاش الا حيدتي اي كلود للتليفون مثلا ايفون 7 نورمال ماشي بحال حيدتي ايفون اكس فهمتي. اللي مسروق والحاجه وثمنها واخا. وشحال ثمنها مثلا القليل والغالي ماكسيموم مينيموم اخي شفار؟ لا شفار؟ لا ماشي انت ماشي انت ما تنشفرش على شي ريال. قلت اخويا المختار عرفت اش تقول. وقلت لك خويا المختار اش من الشفار الله يهديك. قول لي ولي انا ودنيا مسلودين واقيلا ما نعرف. قول لي ودابا اخويا على حساب شحال من البياسه بغيتي تجيب انت فهمتي؟ شكيت فيه هذا مثلا جبتي بحال طالقة عليا ما نعرف بحال تيمثل ما نعرف ماشي بحال جبتي بزاف ديال البياس قدر هو نية حمار. مثلا دوز برو ماكس شحال تتحيدها؟ واخويا تقريبا شي 1000 درهم. دوز برو ماكس 1000 درهم؟ 1000 درهم يحيدوا لك الدراري جنون هنا. ايوا خويا نمشي من غدا نمشي نشفر انا الا كان ب 1000 درهم ونبيعو انايا ب 10000 درهم راه مزيانه هادي. راه بلا ناس تقدم عندي الا جبت لك مشفور.
خاصك عامل تشيتش باش ما تصيفطنيش معاك للحبس. دابا هذا هو، ما عمر شي واحد جاب لك شي تشد وجاب لك شي واحد، ما عمر زعما الله يستر. اخ كاين اخوه بغرامه وريسك ريسك، عرفوك شفار وفي كتاب غرامه. انت شنو شفار صاحبي؟ واش تعرف اش تقول صاحبي؟ هو زعما حيت زعما جا المسروق، حيت يقول لك اللي الشفار تيتشد واللي شرا مسروق تيتشد. انت دابا دويش انا اش قلت لهم؟ قلت لهم انا ودي انا هذه حرفتي كنبيع وكنشري، جاب لي تليفونات خديت من عنده على اساس انه بيع وشري ماشي شفار ولا. ايوا كاين بغرامه مشات في حالات. شحال غرامه؟ غرامة 5000 درهم اخويا. 5000 درهم. وهو مشى في الحبس هذاك الدري؟ مشى بعام ونص. تبارك الله، وكون كنت انا نجرك اخي كذبش عليك نقول لهم لا راه عارفني شفار. وما راه جيت حتى بغيت نتعامل معاك انا. ودار معاك زوين، ودار معاك زوين داك خونا، والله الا دار معاك زوين الصح. راه عارفني شنو نسوى، راه قال شي لعبه راه غنحيد الرب والشقفه ديال راسه. اعوذ بالله. قبيح اخويا نتايا. مازال ما شتي والو بروضه. قبيح، اين بلاصه قلتي لي نتايا؟ انا اخويا ولد بقي بن صالح. قباح بقي بن صالح بني عميره بروضه كتعرفها؟ ان شاء الله قريب تدوز الحبس في راسك. ما حنا على فارك اخويا. سير غدوز الحبس اخويا، لان هادشي تدير فيه ما خدام، تيبقاوش فيك الناس، ما تيبقاوش فيك الناس اللي تتسرقوا لهم التليفونات، ماشي حشومه. تقدر يا مسكين انت، مالك هربتي؟ وانت ربو ما ربو رفقي بن صالح، سمعتي استمع هربتي. الاخوان تم ضبط المكالمه، عيل كما كان، القوات تتجه بالطائرات الهليكوبتيريه. هاي 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 على القيب صالح، هي امي باش مغطي وطلع ليا، هي ماما انا جات باش انا مغطي. الرجال ديال البلاستيك تجي لدين امك، انوريك الرب اجي على الكيدار وتسمع هذا ويهرب. الله يحشوهم عليهم والله. تلقى واحدة مسكينة خدامة وعرقات عليه، ولا واحد مسكين عرق عليه، ويجي واحد. الو، علاش قطعتي ليا؟ لا خو راه شعلت واحد الكارون ونقيت التليفون وتقطع. واش ما عيطتيش ليا؟ ولا غنشري من عندك دير انا وياك افير؟ ما عنديش صول فقيرا. واخا غدا بغدا ان شاء الله ما تتحل. دابا واش انت عندك بيا غرض نصوني ليك انا كي درتي لي الصاط؟ ماشي مشكل، دابا غدا انت خدام ما تحل المحل ديالك. ما عنديش محل بروضان. الا بغينا نجيو نخدم عندك شي حاجه نتلاقاو. ومرحبا. واخا عطيني البلاصه دابا ندير معاك غدا مع الساعه، عطيني البلاصه. دابا قلت لي انت كاين بانونس يا الصاط واقيلا ياك؟ لا لا ماشي شغل، كانت دي بلاصه ماشي شغلك، قريبه قريبه في قريب بن صالح. المهم شوف ملي توصل في قريب بن صالح غتصوني ليا غنقول لك انا فين غنتلاقى، وانا غنجي عندك انت اسير فيما كنت انا نجي عندك. لا قول لي ماشي انت اللي غتجي عندي، انا عارف ماشي انت اللي غتجي عندي، مي صوتك انا عارفه خويا. معك اخويا الضابطه القضائيه ياك؟ زيد هذه اول حاجه. ثاني حاجه المكالمه اخويا مسجله. ثالث حاجه تتعترف بانك انت تشري المسروق. رابع حاجه غادي نعادو نتابعوك على القضيه ديال السرقه، لان تدخل في السرقه الموصوفه ماشي حشومه هادشي اللي تدير فيه. ماشي حشومه. الضابطه القضائيه غتقول لي واش ماشي حشومه؟ تقول لك ماشي حشومه. حيت المخزن مربي. غلط بزاف. حيت المخزن مربي وانت ما مربيش الشفار، ماشي حشومه تتساعد الشفار تهضر معاه وتقول ليه كنتي قبيله كدوي زوين كتقول لي هذه افير بيع وشرا، دابا وليتي تتسب ولا؟ انا غنوري لامك لافير الكيدار، انا غنوري لامك في قيب صالح وتتربب عليا. انا غنوري لامك نقص الراديو شي فهمتي، انا غنوري لامك. واش في راسك واش هو طالع شي طالعه في هاد الليله هذا شي ولا؟ سمع انا نوريك الطالعه تمشي دوز عام ونص ان شاء الله. سمع نقول لك حاجه، واش تعرف باني الا جا عندك الشفار وبغى بغيتي بغى يبيع لك وما شريتيش من عنده، كان عندك الضمير الحي ومشى واحد اخر حتى هو ما شراش من عنده، هذاك ما شراش من عنده، هذاك الشفار يبقى يدور بهذاك التليفون، في راسك القضيه؟ ويقدر يلوحوا في شي بوسطه ولا يمشي يحطوا حدا شي بوست باش يردوا لذاك السيد، علاش تساعدوا؟ شوف شوف صديقي اسمع اسمع، انا ماشي صديقي كالك الشفار، انت الشفار انا ماشي صديقي. اسمع صاحبي اسمع دابا شوف غادي غادي تخليني ندوي ولا غنقطع برا؟ واخا غتقطع غادي نجي نهزمك من دارك. هضر انا غنمشي نجيب. انا جبدتيني انا غادي نمشي نجيب. انا سمع هضر انا تنسمع. عايش تحت الارض ضيعت
عرفتي انا عندي كعب تحت الارض. غواص انت؟ انا غادي نمشي نجيب الطبسيل ديال الدجاج. من غواصة انا غنمشي نجيب الطبسيل ديال الدجاج وهضر تنسمعك حيت داري كلهم سينما. سير انت تهضر دوي. يا ولا عرفتك اود الايفون؟ لا عرفتك بروض الحيض ربك الشقر ذا راسك. انا جاي جبت واحد التبصير. يا بسم الله تسمعني؟ تنسمعك. اجي بعدا تعشى معايا. اجي ولا لا عشير؟ شنو قول لي واش شو هذا داكشي تديافو؟ علاش حشومه؟ شوف غادي نعطيك كيفاش علاش حشومه؟ غاتشري مسروق تنبيع ونشري مع راسي اخويا. اسمح لي اش من حشومه ولا اش تحمق ولا خدام على راس دابا اسمع والحرام اسمع صاحبي انا ما كنخرجش كنبراكي بنادم انا كنبيع كنشري خويا الله يسهل على بنادم وراك عار. دابا قول لي وي الا عاود نخزن وقف عليك الله يسهل. حنا باقي بغيناك في مكسيكو 86 ان شاء الله في الاولمبي اللي غتقام ان شاء الله في الخريزو. يو خويا كتقول لهم عاوتاني لا انا تنشري وما عارفش. ها لا انا الصاد كنقاد اموري الراس. يعني شنو بمعنيتها؟ داكشي ديالي. الا شدك المخزن عاوتاني اش غادير؟ اش غتقول لهم؟ غنسلك ابرو. وتعرف اش تقول لفمك؟ عارف. تيق في راسي الصاد تيق في راسي. انا ليا الفخد. ازيك يا احمد؟ ما تعمل شويه الفراخ يا احمد بيرو معاك. دابا اخويا غتقول لي شكون معايا ولا غنمشي في حالاش؟ اللي حواك اخويا هو اللي معاك. ياك اللي حواك واللي غيحواك ان شاء الله. نوريك اول قحبه تسب الرب اللي خلقك. تبارك الله عليك. وربي عارفك شفار وهكا كيسهل عليك باش تجمع كرك وما تجيش فيهم كرك. كتسب الرب وتقول لي انا واعر وانا شفار وتتسب الهضره. اسمع يا اخويا سجله شنو باغي تقول؟ اسمع دابا هاد الهضره هادي دابا اللي قلتي حدا دوك الزوامل اللي حداك اللي عاطينك النمره. هادو رجال يعني. اسمع رجال كون كانوا رجال غيجوا عندي. هاد الهضره اللي قلتي انت القواد واش تقدر تقولها لي في وجهي؟ غنقولها لك. انا مشيت ربك نقسمك راني ما راجلش. غنقولها لك ان شاء الله حدا وكيل الملك وتحيه للمخزن. انا كنتي خصيم بان عدي يا صاحبي اجبد لي مخزن الدوله هكا داكشي خلي ابار حيت المخزن هو اللي ربي بحالك الشفار. وقول لي ودابا داك الصرف تخسروا على القحاب ياك؟ تنخسروا على اختك. تنخسروا على اختك على وبا القحاب. قول لي تخسروا على القحاب ياك وفي الاخر مرة صاد الله يا اختي تناكل الدجاج وي اختي قلت لي يلاه قلت لي انا في كوميساريه غرونديك شويه تاكل الدجاج ايوا تنتعشى بعد رايق وحده صاحبي وحنا المخزن ما نتعشاوش ما ناكلوش باش نجيو ناكل قحبه دمك مزيان حيت اللي راه طويل ان شاء الله تبي السهر معنا. انا سير نعاود نعيطو لك سير.